قولي وحدك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك. اهلا بكم في حلقة جديدة من حكم عقلك. قولي وحدك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك. عشقي قولي وحدك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك. اعتقد اكبر مشكلة يعاني منها الشعب اليمني هي مشكلة الجهل، لان الجهل يجمد العقل، واذا تجمدت العقول لا يمكن للشعب ان يصول او يجول. وايش ما قالوا له بعدين الحكم يقول لك على طول. وما دام الشعب غارق في جهله صعب جدا انه يستخدم او يحكم عقله. انتوا دارين عندنا في اليمن كم نسبة الأمية؟ ما يقارب 65%. معقول؟ ايوه معقول، يمكن اكثر من هذا النسبة. ليش؟ لان الشعب حانب عند لقمة العيش، والبركة في السرق أهل الطيش. لكن الثورة قامت من أجل القضاء على الفقر والجه والمرض، هذا هو الأهدف من إقامتها، وهذا هو لب الغرض. صحيح ثار الشعب ونجحت الثورة وانتشرت المدارس والتعليم أيضا. شوفوا كيف كانوا يدرسوهم، شوف هذا الفقيه كيف بيدرسهم في عام يمكن 63. The customers. This applies to the educational system also. In the Yemen, the recalcitrant student. من يصدقنا هذا الصور في عام 63؟ شوف على حلا فيهم حتى زيم واحد. مش هذا وبس، الزي الذي يلبس، لا عاد باقي حتى بدولهم تغذية ووقت الراحة. قد أولادي بيشتاقين يقول مثل هؤلاء صراحة. ليش بيدولهم اللبن وبعض الفواكه؟ ليش؟ لأجل يحافظوا على صحتهم ويرغبوا الأطفال للدراسة. هذا بعد الثورة بسنة واحدة بدأ التعليم يتوسع والمدارس تنتشر في أنحاء اليمن. بعدها جاء هدية اليمن الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الله يرحمه، وتم إنشاء مدرسة في كل قرية، وقرر لكل طالب تغذية وعلاج وزي مدرسي ودفاتر وأقلام وكل ما يحتاجها الطالب كله على حساب الدولة. من أين كان يدي؟ ما هي كان ثرواتنا؟ ما هي خيراتنا؟ هذا طبعا قبل ما يظهر عندنا البترول ولا الغاز، وما قبش معنا لا سياحة ولا ثروة سمكية. كان بيع عقول وما كان بيسرق. وبعد المدارس بدأ يأسس المعاهد بكل تخصصاتها. فالمعاهد العليا مثلا كمعاهد المعلمين والمعاهد الصحية والمعاهد الهندسية زراعية وميكانيك والمعاهد التجارية والفنية والمهنية والحرفية قد جاءت ضمن توجهنا وأعطتها خطتنا الخمسية أعظم الاهتمام، وهي إذا نحن أمعنا النظر وجدنا أنها خدمات استهلاكية عادية، وإنما هي خدمات لبناء الفرد وإعداده ليكون داخل المجتمع كفاءة تسهم في التطور وسرع الرخاء واختصار الزمن لقهر التخلف. هذا الكلام كان في عام 1975، يعني قبل ما أخلقنا. المفروض اليوم أن قد نسبة المتعلمين أكثر من 90%، لو مشينا على نفس المنوال ليش تدهورنا إلى هذا المستوى وقت كنا ما ناشي أيام السبعينات؟ أنا أقول لكم ليش. لأن الرؤساء كلهم اللي حكموا بعد الثورة كان عندهم شهادات علمية ومؤهلين. القاضي الإرياني رحمه الله، السلال، الحمدي،
وكان يهتموا بالتعليم. لو ما جاء الرئيس الجاهل فعل بيننا وبين التعليم مشاكل. نبني المدارس والجامعات والكليات. ما شاء الله، والتعليم اللي بنيته، وليش كثرين المدارس الخاصة؟ وحتى المباني حق الجامعات كلها عادي مساعدات من دول شقيقة وصديقة. هذه الحقيقة. وما بيكثر التعليم الخاص إلا من حال التعليم الرسمي، لأن منتج التعليم الرسمي ما يأهلنيش أكتب اسمي. ملان الجامعات لن يعودوا بعقلية 62 أو ما قبل 62. لن يعودوا بعقلية 62. إحنا لا نريدهم يرجعوا بعقلية 62. إحنا نريد يجوا بس نفس حق 63 وما بعدها. وشهد اليمن العام الماضي موجة احتجاجات أجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي. تلاميذ كثيرون يطلبون العلم وهم يفترشون الأرض. رسميا يوجد مليونات تلميذ يمني بدون مقاعد. الصفوف مكتظة لدرجة أنه من الصعب تحديد قدرة الاستيعاب لدى التلاميذ. المدارس مملوءة بالشباب. صحيح، مملوءة بالشباب، مملوءة بالشباب. لو ما قدر المدرس ما عاد يقدر يشرح لهم من الازدحام. الأستاذ يلا يأذن لكلهم بس يصير يشربوا 201. شو عمل لهم؟ أكيد أجاوبنا يقول شو عمل لهم؟ هم لن يعودوا بعقلية 62. يا ليت نشتي مثل ما كان في 63 وفي 70. بس أنت اللي رجعتهم إلى ما قبل 62 وإلى ما قبل قبل قبل. على وين رجعتهم ريواز؟ على وين؟ كيف يقدر يفهم الطالب؟ قبل ما يفهم الطالب كيف الأستاذ تفتتح نفسه إنه يشرح لهذا الكم الهائل من الزحمة؟ وبعدين نشوف الطلاب ما ندري له واحد تعقد، واحد يكره إنه يصير المدرسة، إنه بيوصل أمامه مظاهرة، هوش فصل دراسي، وذاك تبصير يهرب ويفحض من المدرسة، ويا ليت يهرب للبيت. لكن ما ندري أم بيصيروا أماكن ثانية. نشوف أم بيصيروا. هروب الطلاب من المدارس، مما يترتب على ذلك عواقب وخيمة تتحمل مسؤوليتها الأسرة والمجتمع. ثمة من يعزو هذا الأمر إلى غياب الرقابة الأسرية على الأبناء، وثمة من يحمل المدرسة والأسرة مسؤولية ذلك. قد يلجأ الطالب بعد هروبه من المدرسة إلى التجوال في الشوارع أو تمضية وقت تحصيل العلم في ممارسة عدد من الألعاب السريعة المنتشرة في كثير من الأحياء وسط محلات مثيرة للريبة. عاد باقي بعضهم يتعقد قوي ثلث المدرسة ويخرج يالد ويصير هانك حيث ما بسرنا قبل شوي، لا يفلت ويصير مستقبل مجهول. يعمل 15,000 طفل على الأقل في اليمن ممن هم دون سن 12 في أعمال مؤذية جسديا، وبعد سنوات من العمل في هذه البيئة غير الآمنة فقد جمال البصر في إحدى عينيه أثناء قيامه باللحام دون أن يلبس واقيا للعيون. إيش يتعلم؟ إيش بالعمل هذا؟ إيش يتعلم بالمدرسة؟ يبيع عادل المرطبات في السوق المحلي ليساعد عائلته، ويضطر للعمل لساعات طويلة وفي حر لا يحتمل، ولكنه قد يكسب دولارا أو اثنين في يوم عمل جيد. أبي نشتغل ولا يضربنا ولا يربطنا ولا يشتمنا نظرات ضروري. هذه واحدة من المشاكل التي طرحها لنا الأستاذ الزعيم الفاشل. فاشل. عاد باقي مشكلة الكتابة المدرسي. كل سنة والطلاب يعانوا من نقص المنهج ومن توفير الكتاب على من العتاب. لا نص السنة والطالب مدخل مخرج لأن ما قد توفرش المنهج. لا وين أن يصير يحتاج. والله إن قد إحنا بدغتج بحين بقيت الكتب يعني نجلس نتشارع عليهم لا ما نوصل عندهم، ما نشعافه أي حين يوصل لنا الكتب أو متى يفهموها ولا الجهل ما نزداري. هذا واستطاعت إدارات بعض المدارس الحكومية توفير بعض الكتب المستعملة وإعادة توزيعها على طلابها لسد العجز.
معانا المنهج موجود لكن في مش في المدارس في البسطات. يجي الطالب لعند صاحب البسطة ويقول يا أخي أشتي منك الكتاب الفلاني، يقول لك على طول. في القرى أيضا وفي الأرياف ما تحصل بعضهم، لا اثنين فصول وبعضهم ما فيش مدرسين، عاد بعضهم ما همهمش الخضر، بيدرسوا حتى تحت الشجر بين الشمس والمطر. فإن مطالبهم في تغيير وضع دراستهم بين جدران بلا سقف أو تحت الأشجار مطلب ثانوي، ولا داعي من أسئلة تطرح نفسها: كم حصة درسها طلاب كل صف طوال العام؟ وما الحصيلة التي على ضوئها ستكون اختباراتهم النهائية؟ فهناك 660 مدرسة من الصفيح تنتشر في العراء، وأخرى متداعية لا سقوف لها، ولا يتسنى لكثير من البنات تلقي التعليم هنا، فيما يستظل الطلبة بالأشجار بحثا عن حقوق مفقودة، ويتلقى آخرون تعليمهم اليوم في كتاتيب تسمى المعلامة تعود إلى عهد الأئمة قبل 65 عاما. عاد كان باقي معانا المعاهد العلمية تعلم الشباب الوسطي والاعتداء، لكن الخبير جت له حساسية، ما يعجبش الناس يصبروا ما يقعش قوارح، قام إلغى المعاهد. وبعد إلغاء المعاهد ظهرت لنا فراق، واحد بقاتل واحد بجاهد، وإن إحنا في حروب من 2000 لليوم جالسين بتحاربوا مع الدولة، ولا واحد منهم رضا يحكم عقله، والحل ما هوش بالاقتداء، بالفكر. قلت كان بهالمعاهد بتعلم الناس الوسطية، العلم والفكر هو الذي يهدأ المشاكل والاقتداء. تخيلوا ان به مدرسة مبنية من 63 وما قد ترممتش لليوم، ولا أحد رضا يرممها. نشاهدها سويا. أنشئت هذه المدرسة عام 1963، إلا أن هذه المدرسة تعاني الويلات المرنة، فهي أيلة للسقوط، فجميع أعمدة وجدران هذه المدرسة افتقرت إلى الترميم. والأمثلة غيرها كثير، بس وقتنا قصير. درسنا هؤلاء الشباب وترعرعوا على كنف الثورة والجمهورية. أيا شباب، أعوذ بالله من الشيطان. خلاص نسأل الله أن يوفقنا النهض ببلادنا، وإن شاء الله رغم المآسي هذا كلها إلا أن احنا أملنا في ربنا كبير، وأملنا في الرجال الصالحين والناس العقلاء من جميع الأضياف كبير أيضا. قولي وحدك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك، اشتي قولي قولي وحدك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك. مشاهدين الكرام، قلنا لك ما هم مشاهديك أنت، هم مشاهدي الزعيم. وبعدين أنت ما عاد كنت ناوي تواصل حلقة ثانية، أنا اللي وعدتكم أن هناك حلقة ثانية، ولذلك التقديم علي أنا بكم من جديد. يلا عندك، لا تكون تصدق الإشاعة، قل سمعا وطاعة. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. أعوذ بالله، أنا بقول يا محمد ما عاد معي إلا محمد. أنا آسف، بس أنا مع الإخوان اللي دخلوا إلى كل دوس. هو كان السؤال عن الإخوان. ما دور الإخوان في ثورة 2011؟ الأخوة مشكلتهم أنهم بيزيدوا بيتعززوا، ما استرناش نقربهم حاجة، دي تحاول ترخي بالزلط ما يرضاش، ما يرضاش، ما عاد لها شو تعمل لها، شو تضبطها. ناس غريبين، ناس غريبين، يشتوا سلطه وما يشتوا يجروا لهم زلط على وين؟ هل حاقدين شخصيا علي ولا الناس كانوا مرتاحين؟ هم الذي فعلوا البلبلة لا الإخوان ما فيش لهم أي حجم في الشارع. صح أنهم فعلوا ثورة بس ما يا أخي. السؤال اللي بعده، تقصد أن الشعب كان مرتاح؟ الإخوان فقط هم الذي قاموا بهذا الفوضى. الإخوان المسلمين حاولوا يستعطفوا الناس باسم الدين، وإحنا شعب يمني مسلم، حتى أولادي أحيانا يتأثروا وأنا أقول لهم انتبهوا، أنا كنت معهم بس فلتوني، ما عاد لا ضدهم.
بيحاولوا يدغدغوا مشاعر الناس عواطفهم انه في فساد في ظلم نقوم ضد الظلم احنا مأجورين. فتأثروا وقاموا خرجوا علينا ولا الناس مرتاحين. الناس كان اقرا تاريخي كان الناس كان الشعب ياكل زبيب ولوز. كان منتخبنا دائما يحظى بالفوز. تخيل تذكر انت منتخب الناشئ حكي دربت انا تذكر انت عندما فعلنا الأبريت انا الذي شرفت على الحاله وعلى كلماته والكل يعرف خيال تبار كلامة دررت دررت شفت شفت على دررت دررت هذا هو النجاح الموجود. لكن انا اسمع لكن على وين لكن فعلوا لنا صور ان الناس بياكلوا من القمامه ان الناس يعني ما اسمع حق الزبادي صح. من كثر البذخ النفس تمل يمل الانسان من العسل. هؤلاء لحم يومية نعمة سابرة حتى بعضهم الشيء يغير. فكان بعضهم يأكل زبادي يغير بعضهم كان أكثرهم أمراض الدسومة هذه فيمتنعوا ويأكلوا زبادي. ما هو شيء أكل زبادي عبر هو التغيير من جانب وجانب ثاني صحيا لأنه أصبح يعانوا من السمنة من, 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 من الراحة. وبعضهم لا حد انه يحاول يبصر ما عند الفقراء ويغير ياكل من على القمامه. تغيير جو تغيير جو وليس كما يروج للاخوان. وذاك كان يجي عندي والولي مهملان وانا واحد من الشعب نفته بالعكس يمكن انا معي اقل واحد. هل صحيح انك تركت السلطه بالقوه؟ كلام فارغ. السلطة بيدي والمال بيدي والإعلام بيدي ولم أترك السلطة بالقوة. تركتها ويعني حقنا للدماء بالشوارع الذي تجمعوا في الشوارع لا 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 حقنا للدماء في مجزرة الكرامة وحقنا للدماء في مجزرة الملعب الرياضي. قلت لهم شوية وهم لا بس حقنا قلنا لا يزيدوش من مي ولا كانوا قادرين يصربوا ألفي وأنا الذين حقنا الدماء حقنا الدماء في كنتاكي. وقلنا لهم يعني وحقنا إلى العشرات وما وفوش اللي قلت لهم حقنا الدماء حقنا الدماء في القاع في القاع. ورسلت عليك القوقع وقلت لهم يعني وحقنت وكنت قادر أصربهم. أنا حقنت الدماء في حاولت في رحاب أخرج بالعسكرات ما قدر في بيت دهر في نين ما قدر حقنت الدماء في تعز حقنت ولذلك ما قتلتش اللي يهربوا المعاقين اللي جلسوا حقنت الدماء وحركتهم حري عادي. ولذلك حقنا الدماء أنا وقعت على المبادرة وكنت قادر كنت قادر عفوا حقنت الدماء في الحصبة وبدل أنا كنت قادر بالطيرة قلت لهم لا منكم قحت بهم وحاولت أعدل حتى لا يقال أن علي بن صالح بيقتل فصيل على فصيل لا قتلت الكل من أنصاري من أنصار الشيطان من أنصار من وقع. هنا العدالة هنا توزيع الظلم هو من العدالة. أنا حقنت حقين حقين إيش وكنت قادر أحسب المسألة والكل عارف بالتفاصيل. كيف تقيم علاقتك بالرئيس عبد ربه منصور هادي؟ علاقتي بالزميل عبد ربه منصور الله يرعاه علاقة لا لحنا ستي ولحنا متصايحين. أنا نفسي أعينه أفيده بخبراتي تجارباتي حركاتي لكن هو
في هناك مأثرين عليهم الأخوان يفجعوا وبه صالح يا رضي فجعوا. ولذلك كنت أشيع رويه وأعلمه استشارات حتى في اللبس، لا يلبس المقلم، يختار الشميز الحالي الذي يجذب، كيف الحركات، لا يلبس النظارة في الصلعة لأنه بيمثل اليمن، لا تقولش أنه غيره، لا أنا أشوف القمة العربي وأتذكر أيام ما كنت أنا رئيسة لليمن وأقول يا حسرتي على اليمن، يا حسرتي على اليمن كيف كانت، كيف كانت في المحافل الدولية، وكيف كان زعيمها ورئيسها يبلبل بالخطابات النارية، وكيف كنت أدعو إلى تلك الخطابات. أنا أزعل على بلدي عندما أرى الوطن يتشظى، أزعل عندما أرى رئيسي ما يتكلم كلاما قويا وناريا، أزعل أزعل وأقول والله لو أنا هناك لا أرويهم. تذكروا عندما قلت إسرائيل من إسرائيل، والكل ضج وخرجوا الأعلام في سوريا فارس العرب، هذا من شافه هرب. أنا الآن ألفت كتاب، ألفت كتاب سميته فصل الخضاب في تحريك الأقدام والجنوب والرقاب، إن شاء الله قريب ينزل الشهر. كل حركة لها معنى، عندما أعمل هكذا هي لها، ما يعرفها الدبلوماسيين القنصليات أصحاب علم النفس هؤلاء الطب ما يسمى بالتنمية البشرية، أتحداهم تقاسيم الوجه الحق كيف معناها كذا كيف معناها، بحركة وقفت الحرب في صعبة باتصال وليس بحركة. أين الحركات؟ أين البرامات؟ هؤلاء الذي يحتاجها أضربه، لكن هو يرجع لعندي يردها التفجير والملح، العاش والملح. أكيد أكيد. فترة طويلة من الخلاف بينك وبين الحوثيين، هل ما يحدث الآن يحكي عن شهر عسل بينك وبينهم؟ الحوثيين هم ما كانوا حوثيين ولا كان أحد يعرفهم، لكن أنا عندما صرت حج دخلنا جامع الهادي وكنت ناوي أعمل خطاب، كان أمير المؤمنين كان رئيس أوجه خطابي للشعب، هم بيصيحوا المثل أمريكا وعاد إحنا فعلنا صفقة ما بين أمريكا، هم شتوا يخربوا العلاقة، فقلت ضروري أدبهم. والآن إحنا وياهم طبيعي، لا احنا ثتي ولا احنا متحانقي، نفس عبدالرب. كيف يتصور الزعيم صالح مستقبل اليمن؟ صعب جدا اتصور. احنا كنا نتفائل خير وقلنا الحكم الجديد حيجي احسن من الاول، وكنت اتمنى، لكن الان لا، الان في ازمات متراكمه، في فوضى، الوطن متشظي ولن ولا يسلاح، يسلم الخبز للخباز ما قدرت انا، والله لا يشرفني انا استمر والحال موجود على هذا، حتى الوزراء هؤلاء الذي هم منعين والله ما اعرفهم ايش لا يمي، وهذا الوضع لن يصلح إلا بما صلح في الأول. سامن وعلي عبد الله صالح جاي يلملم الأمور. الآن إحنا نفس المرحلة التي طلعتنا فيها من تعز، نفس الخبر، وصلت والوطن في انقسام والوطن متشظي وانقسامات، لململت الأمور. شوف الإنسان عندما يصير مش من أجل سلطة، مش من أجل كرسي، طلعت من تعز وهم عندما طلعت عندما قتلت عندما قالوا عندما قلت للحمدي وقعت بالبلات وقالوا انه لا انا طلعت اشتري الدوله من حراج الصافي، وذكى عمي احمد صاحب الحراج اول من فتح الحرج ساله، طلعت اشتري الدوله بوصلت الحراج وهم بيعرضوا كرسي للبيع من ضمن الكراسي،
اشتروا هذا الكرسي، انا رفضت، قلت شيء دوله اضم لداتي الذريبه، انا اجمع من اول ما ادري الرصاص والفول وال... هو اللي حق لي، ما بالله الكرسي هذا لك سري مناسب، شط الكتب والكتب في المتحف، واشتريت هذا الكرسي، كرسي الرئاسة. هؤلاء الذين بيطلبوا الكرسي شوفوا بعز بشرف بمراسة والكل يعرف، ولا حد رضى إيش إلا أنا. قلت بسم الله الرحمن على بركة الله، لملمت الجراحات، والآن أنا إن شاء الله الوضع موجود، أنا جاهز. في نهاية اللقاء كلمة للزعيم. أنا عندي كلمة أقولها وأقولها للشعب العظيم، والله إني داري بهم وهم خبزي والعجي، ولو سمحوا لي ساعة لا أحل جميع المشاكل في اليمن، جميع مشاكل الأمة، لكن من وين؟ وش أقول لكم، أنا لا أريد الكراسي ولا أحب الكراسي يا محمد. هش أقول لك حاجة، ليش ما واصلت دراستي؟ لأني لا أحب الكراسي، وصلت الفصل وأنه مالين كراسي، ضبحت، كرهت عمري، أنا ما أشتيت كراسي، أنا أشتي مشيش كراسي، خاطرك أنا كرهت الكرسي هذا، مشيش كرسي ولا شي كراسي، جي عندي البيت في الحصير على عيني وراسي. مشاهدينا، كما رأيتم خرج الزعيم المتواضع الذي يكره الكراسي، خرج من الاستوديو لأن فيه كرسي، خرج تاركا كل شيء، فعرفتم كيف أنه لا يحب الكراسي ولا يحب السلطة، وكان هذا أعظم دليل على أنه يبغض الكرسي، وكان يبغضه من قبل، ولكن الكرسي هو الذي كان يلاحقه، وقد رأيتم ما حدث من الزعيم بأعينكم. محمد الكاميرا طافية، خلاص طفوا 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 الكاميرا. أوف، قال لك ما يحب الكراسي. من خارج الله الله، ومن داخل يعلم الله، والله فارقتك دقيقة لكن رجعت لك. ما بش معي كاميرا سيادة الزعيم، لكن معي تلفون ممكن أصور به، بس صورني من هنا من نازل، لأنه أنا قد عندي علم في التصوير أن اللي يصور من نازل يطلع هيبة، ولو قدرناش هيبة، صورني يطلع الزعيم مع صور نيبة. قال لك حكم عقلك، قال لي قال لك حكم عقلك، حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك، قال لي قال لك قال لي قال لك قال لي قال لك قال لي قال لك، عشت قولي قولي وحدي، عشت قولك امشي بعدي، ماشي بعدي قول لي بعدك، مش افعل يا صاحب قل لي، منش اصدق هذا بيه، ماشي بيك حكم عقلك، لكن كلين يشتي رأيه، اينو رأيك هذا صح او هذا، قل لي نوع القلب، حكم عقلك حكم عقلك، اين البرهان واضح جدا قدام عينك، فكر قرب وارضي ربك، حق لك لا تستعجل لا تستعجل، حكم عقلك حكم عقلك حكم عقلك.